من زين ثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا انفعالي سأناجي الله ربي ذا الجلال بخضوعي ونجوعي وسؤالي بخضوعي ونجوعي وسؤالي. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان من طين وصوره في أحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا الإخوة الكرام، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا في ظل حائط ذات يوم، والحائط يعني البستان، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجلسكم؟ كنا نتحدث. قال: في ماذا؟ كنا عن الساعة. قال: إنكم لن ترون الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، يعني 10 علامات: الدخان والدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونزول عيسى عليه السلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، ويكون آخر ذلك نارا تخرج من اليمن من حفرة عدن لا تدع أحدا خلفها إلا تسوقه إلى المحشر. تعالوا بنا نتحدث سريعا عن أخطر علامة من هذه العلامات، ألا وهي فتنة الدجال، لأنها أخطر علامة وأخطر فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إبا ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، لأن من علامات خروجه أن يغفل الناس عن ذكره، ونحن غفلنا الآن عن ذكر الدجال ولا نذكره. ومن علامات خروجه أيضا أن يغفل الأئمة يعني المشايخ عن ذكره، لا يذكرونه على المنبر. من أين سيخرج الدجال؟ يخرج الدجال من خراسان، وقيل ما بين الشام والعراق، لم يخرج إلا لغضبة يغضبها، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. تعالوا بنا نتحدث سريعا عن الدجال وأوصافه، ماذا يفعل؟ الدجال من الدجل أي الكذب، يقول الناس أنا ربكم، ولكن ما الأصح، المسيح أم المسيخ؟ كلاهما صحيح، والأشهر المسيح. سمي مسيخا لأنه يمسخ بفتنته الإيمان في قلوب الناس، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض في 40 يوم، يمسح الأرض في 40 يوم، يمسح يعني إيه؟ يدخلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. ولكن كيف يدخل جميع البلاد، يلف العالم كله في 40 يوم؟ النبي قال لك في 40 يوم دول يوم يكون كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم هذه. من حرص الصحابة على الصلاة قال: يا رسول الله، ماذا نفعل في اليوم الذي هو كالسنة، ويوم الذي هو كالشهر، ويوم الذي هو كالجمعة، ماذا يفعلون في الصلاة؟ قال: اقدروا لها قدرة، نشوف بين الفرد ده والفرد ده كم ساعة ونصلي. وقيل سمي مسيحا لأنه له عين ممسوحة، وسمي أما المسيح لأنه كما قلت لكم يمسخ بفتنته الإيمان في قلوب الناس. يقول السماء أمطري فتمطر، يا أرض أخرجي ما فيك من كنوز فتخرج الأرض، بل ويحيي بعض الموتى. يأتي الأعراب يقول له: لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ يقول الأعراب: نعم. فيحيي له شيطانان، شيطان في صورة أبيه وشيطان في صورة أمه، معه نهران، الأول من جنة والآخر من نار.
إذا شربت فلتشرب من النهر الذي هو نار، تغمض عينيك وتقرأ فواتح سورة الكهف وتجد هذا الماء عذبا سلسبيل. هذه الأشياء التي يفعلها الدجال باختصار شديد. أما أوصاف الدجال فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. الحديث الأول عن أبي بكر بن شيبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما مسيح الضلالة، يعني المسيح الدجال، أجلى الجبهة، يعني أجلى الجبهة معناه شعره منحصر، ممسوح العين اليسرى، عريض المنخر، يعني مناخيره كبيرة شوية، مكتوب بين عينيه كافارا، يعني كافر، يقرأها كل مؤمن. سأل المؤمن دي كان أمي بيقرأ ويكتب، أيا كان سيقرأ هذه الكلمة، في ظهره انحناء. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. حديث ثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شاب قطط، قطط يعني شعره جعد، يعني فيه خشونة. الحديث الرابع عن عبادة بن صامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إنه قصير أفحج. هذه هي أوصاف الدجال. سبل النجاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أخرى: خواتم سورة الكهف. نحفظ سورة الكهف وخلاص، يعني مش صعبة ولا حاجة، تقول الحكاية 110 آية. ربنا بيقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمر الثاني في دعاء عظيم وسهل وسلس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قبل التسليم. كان بيقول أبا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المأسم والمغرم. طيب الدجال موجود؟ نعم موجود. رآه أحد؟ نعم رآه تميم الداري رضي الله عنه. والحديث طويل لا يتسع الوقت لذكره. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. زينا ثوب الليالي، احضنيني واعلمي سرا انفعالي، سأناجي الله ربي ذا الجلال بخضوعي ونجوعي وسؤالي، بخضوعي ونجوعي.